أهلا بكم في تواصل دوت كوم، ونبدأ من العراق، حيث أظهرت مقاطع مصورة بثت على منصات التواصل الاجتماعي غرق الشوارع في بغداد بعد وقت قصير من هطول الأمطار الغزيرة، في ظل الانهيار الواضح للبنى التحتية وتهالك شبكات تصريف المياه في العاصمة من جراء الفساد الحكومي على مدار 17 سنة. هذا دعونا نتابع مقطعا بث على منصات التواصل الاجتماعي لمدخل مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد، وذلك بعد غرق الشوارع بمياه الأمطار يوم أمس. نذهب إلى بغداد. سنة لم يستطيعوا بناء مجاري ولتصريف المياه. نبقى في موضوع الأمطار، وهو اليوم هذا الموضوع منذ يوم أمس والشغل الشاغل في الشارع العراقي، حيث وثق أحد المواطنين في العاصمة بغداد وبالتحديد في حي العدل بموبايله بكاميرا الموبايل، وثق كيف الحال وصل بسبب مياه الأمطار وبسبب انهيار البنية التحتية والفساد الحكومي. دعونا نتابع غرق منزل هذا المواطن في حي العدل في بغداد. السلام عليكم. البيت غرق، الأخشاب تلفت، تاريخ 21/10/2020، ناشد أمانة بغداد بالتحديد منطقة حي العدل محلة 645، شو بتسحبون المجاري؟ هذا التخم تلف. وهناك من يعتب على الشباب الذي خرج في ثورة تشرين من أجل أن يطالب بحقوق العراقيين. طبعا ترند أو وسم العراق يغرق ما زال يتصدر الترند على منصة تويتر. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات تحت هذا الوصف. دكتور وسام قال: جفت ضمائرهم وأغرقوا حساباتهم بمال الفساد والسرقات، وأغرقونا بالفقر ومياه الأمطار والمجاري، العراق يغرق. سيف قال: العراق يغرق 17 سنة والشوارع تغرق من أول مطرة، وين هالميزانيات التي تعيش عليها دول وليس دولة؟ يتساءل. ليث قال: العراق يغرق مطرة ساعتين وانهار كل شيء، المجاري والكهرباء وتقريبا العاصمة كلها غرقت، سنوات متعاقبة من حكم الإسلاميين والدعوتشية، والنتيجة خراب بكل المفاصل. أهم شيء عندنا مقاومة تضرب صواريخ على الزوراء مدر الخضراء والأعتى، من تجي الانتخابات يركضون ينتخبون أبو البطانيات والموصى بهم. محمد قال: أول مطرة العراق يغرق، وين اللي ينادي بالإصلاح؟ هي مو شعارات واطلع قبل، صار لكم 17 سنة تحكمون فقط، اختصاصكم سرقة، لا إعمار ولا خدمات، ولا يهمكم المواطن والعتب على الجاهل اللي ينتخب نفس الأحزاب. خلي عاملوننا معاملة إنسان، يلا تفكر تنتخب أحد.
استمرار واعتصام خريجي الجامعات بمنطقة العلاوي في العاصمة بغداد منذ 6 أشهر لمطالبة بالتعيين رغم حر الصيف وبرد الشتاء ومع الأمطار التي هطلت على العراق يوم أمس ما تسبب بغرق خيامهم أو بغرق خيامهم بمياه الأمطار وسط تجاهل حكومي لمطالبهم ووضعهم الإنساني. حال معتصمي منطقة العلاوي ببغداد من الخريجين بعد موجة الأمطار الأخيرة نشاهدها في هذا المقطع. الوضعية الكاظمي، خلي شوف شوف يا الكاظمي، شوف شوف معتصمين، شوف هاي الناس، هاي الخريجين، شوف صار فيهم. وينكم وينكم تدعون إصلاح؟ وينكم انتم ردوا على الاصلاح؟ وينكم ها خريجين؟ حال خريجين هاي الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. هاي معتصمين، معتصمين تجمع معتصمين علاوي، هذا حال الخريج. حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالة من معتصمي نفق العلاوي في بغداد إلى الحكومة وإلى أحزابها الفاسدة بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار. دعونا نتابع هذه الرسالة. للعدة غيرة، وعدة ناموس وبغيرة على عرضه، الكاظمي ولا غير الكاظمي، هذا حال العراقيين. ها شوفهم هذول، هسه عوفنا شوفها. ها هاي الشباب لا عندها مكان تفترش بيه، لا ناس تتغطى، فراشنا تدمر، هدومنا تدمرت. زين انتم شنو وضعكم؟ رحمة للعباس، هم اليهودي اشرف منكم، كفيلكم على الله. ماكو انسان صاحب غيره وصاحب نخوه يشوف هاي الشباب بالشوارع. زين الله يقبل، احنا وين عايشين؟ شوف العالم وين وصلت والعراق وين وصل، شلون تحكمون انتم؟ هاي شوف هذول المهندسين بن علاوي، انا اريد افهم يعني شو وقت تجيهم؟ من يتكتلون امراض تمرضوا، لا بقى الصحة، لا بقى عافية، لا بقى مستقبل، لا خليتونا عمل بالحياة. شنو انتم وضعكم؟ شنو من بشر؟ خلي يشوفونها، خلي الشعب كله يشاركها. هذول سياسيين العراق وصلوا المهندس هاي الحالة. شوفوا هذا، هذا لأنه فقير، ما عنده واسطة، ما عنده معارف، خليه يطب عرف مرض. طبعا أطلق مغردون واسم معتصمي العلاوي يغرقون. دعونا وتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر. محمد قال: معتصمو العلاوي يغرقون، مهندسو نفق العلاوي، معتصمو العلاوي بعد إن كان المطر خير فهو بلاء على العراقيين وعلى الكفاءات الذين لا زالوا يطالبون بحقوقهم، أين المسؤول عنهم وعن معاناتهم؟ لا زالوا صامدين ومستمرين رغم الظروف حتى تحقيق مطالبهم وهو التعيين. تبارك قالت: شنو ذنب هاي الشباب بنص المطر والبرد والمرض؟ مو كافي ظلم، كافي تهميش، انصفونا. أصالة قالت: لن نتراجع حتى تحقيق مطلبنا التعيين، حقنا، لم ندرس حتى نفترش الأرصفة في العلاوي، معتصمو العلاوي يغرقون. ضحى: أسسنا لحياة أفضل، تعبنا ودرسنا، وبينما كنتم تحترفون تأسيس الخراب الذي يهدف إلى دمار العراق اقتصاديا وعلميا واجتماعيا، أين حقوقنا أيها الفاسدون؟ معتصمو العلاوي يغرقون. طبعا جدد طلبة بغداد وعدد من المحافظات من تظاهراتهم الداعمة لثورة تشرين ومطالبها المشروعة، وخرج الآلاف من الطلبة في مسيرات حاشدة متوجهين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للتأكيد على دعمهم لثورة تشرين حتى تحقيق الأهداف. طبعا رددوا هتافات من ضمنها: فرهود سويت الوطن، خليت شعب بحيرة، هتافات طلاب بغداد خلال مسيرتهم إلى ساحة التحرير. دعونا نتابع هذا المقطع. الله فرهود سويت الوطن، خليت شعب بحيرة، فرهود سويت الوطن، خليت شعب بحيرة. مشاط يا عمي هذا الشعب ما يريده، يلا
فيكم البغيرة ما فيكم متظاهر ساحر التحرير في بغداد أكدوا على استمرار تظاهراتهم السلمية حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. دعونا نتابع هذا المقطع. أنا أتاق المرسدي أنا نجيت ومعترك أنت منو؟ أنا نجيت ومعترك أنت منو؟ أنا لحل القلع بطل أنت منو؟ أنا لفحل وابن لفحل أنا لفحل وابن لفحل أنت منو؟ أنا اللي بكتبر نزل أنت منو؟ أنا اللي بكتبر نزل أنت منو؟ أنا العراق المنصفي أنت منو؟ أنا رجعت ومعترك أنت شيني أرسلت يا عرب يا عرب إحنا من تشري خبنا الكون إحنا من تشري خبنا الكون إحنا ما نتعاند إحنا اللي نعاند إحنا ما نتعاند إحنا اللي نعاند ثورة ما إحنا عش كبر بيها مشان ثورة ما ونقرأ بعضا من التعليقات على منصة فيسبوك حول هذا الموضوع وهذا التجمع في ساحة التحرير. علي حسين قال أملنا الطلاب. أبو يوسف قال أبطال ثوار تشرين الأحرار. حمودي قال إيه والله أنت فخرنا وعزنا وكرامتنا اللي رجعتوها بعد ما صادرها أو صادرتها الأحزاب وأهل العمايم. حسين الأسدي قال تشرين مطرقة فوق رؤوس العبيد. وفرت المنتوج المحلي من محصول الطماطة في محافظة كربلاء وفي محافظة النجف كذلك طبعا وقابل للزيادة يغطي حاجة المواطن العراقي، لكن يقابل بمحصول الطماطم والمحاصيل الأخرى الزراعية القادمة من إيران وسط تسهيل الحكومة لفتح الحدود أمام البضائع الإيرانية لضرب البضاعة العراقية. دعونا نتابع هذا المقطع في البداية. أي والله الطماطم مستوردة هواي. ما قاعد جيب سعر شو الطفلية؟ 5 طن. هاي الطماطم؟ 5. سلام الوردة طماطم درجة أولى. هاي الطماطم الظاهر التركية. تفضل هاي الطماطم. التركية والإيرانية تفضل هاي الشرعية. تعال هنا ابو السلام عليكم السلام. هاي شنو الطماطم اعطوك سعر بيها؟ لا ابد خلاص. شنو السبب؟ لا ايراني ايراني؟ ما جاي يعطوني بس ايران ماشي شغله سياسيه شغله الدوله على شغله ايران كان ولا ما عراق ولا واحد يقول له وين تريد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هاي شنو طماطمك ما اعطوك سعر؟ والله ما يعطونا سعر الطماطم عندنا كثيره متكرسه ومكفيه المحافظات العراق كلها بس ماكو المستورد دافع عندهم من دمام. شو تناشد انه تناشد؟ والله ناشد الحكومه ووزير الزراعه بالنسبه لهي ينظر لها العالم اللي قاعده تخسر سنويه ملايين وتراكم عليها الديون. يعني العام اطلب لي 20 مليون السنه اطلب 25 مليون. لا العام سد الزرع ولا السنه سد الزرع بواسطه الاستيراد. هو امير عراقي يعني يسد الحدود بالكامل فلا يخلي واحد يطبون شو ليش طماطم ايرانيه ماشيه والدنيا الحدود مفتوحه؟ والله سديناهم واخر هاي الطماطم تشوفها تقول ذهب؟ والله ذهب. سلام عمي. لا يتبعون يمشون على حكم الامام علي مو هيك ما حكموي الدر الاحمر هذا الدر الاحمر ما يصير ايراني خلينا نطبها والله طماطيه ما يخلي ما يخلينا طماطيه اطبها طماطه العراق انشي طلع الناعم والوسط وهاي تقول ذهب ليش الى ضمير عند رئيس وزراء يباوح يعني في مبادئ الاحزاب التي حكمت العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن فليذهب المواطن وليذهب المزارع والفلاح إلى الجحيم ولتبقى جمهورية إيران ولنبقى معها في الوقوف ضد العقوبات الأمريكية على إيران، لكن مع الأسف هذا الحال الذي في العراق. دعونا نقرأ بعض من التعليقات على فيسبوك. مراد يقول الحكومة فاشلة ماكو قانون ينظم البيع لا الفلاح يخسر ولا الفقير ما يقدر يشتري.
كرار الكربلائي قال إذا سدوا الحدود شلون يستفادون الجمارك ملايين الدولارات يتساءل. ضياء كريم قال الله ينتقم من دولتنا الإيرانية يقول. محمد دفتر قال الله يكون بعونكم. بالفعل الله يكون بعون الفلاح والمزارع العراقي. نذهب الآن إلى فقرة أنت ترى. كشفت أول زخة مطر في مناطق بشمالي بابل حجم الفساد في المشاريع التي أنجزت. مواطنون أبدوا استياءهم بسبب غرق أغلب الشوارع والتي تسببت بدخول المياه إلى منازلهم، الأمر الذي دفع المواطنين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين في المحافظة. مقطع وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء. دعونا نتابع هذا المقطع. باب المصيبة مصيبتها زين، يعني من دي بلطن خلف الله على من دي بلطن، بس غيرها ومجاري الفائدة شنو؟ هسه الحصو طلع، نعرف كل تكلك وكلاوات هذا الجير زين، تسوي مجاري خلي يقطع عيبكم زين، خلي يمشي المي. هسه أنا من طلعت الصبح أو من جيت من الدوام، هاي الأهالي كل من لازم له ماسحة ويسحب. المسيبية اللي أكبر قضاء بالمحافظة وخدمات ورصدوا له مبلغ كبير، وتالي يعني هسه ابسط مطره هي يعني هي مو مطره هي ربع مطره، وهاي شوف الشوارع شلون صايره بحيرات، يعني بعد مطره اذا جت مطره ثقيله يمكن اقل لك اربع خمس ايام واحد تنعدم الحركه. المطره شاوي شو اسمه للشركات النفط، مطره شاوي للوزراء، وزراء عراقيين ما يلا خلي يطلعهم، لعن استراله تطلع شو اسمه السارق، وانت هنا بالعراق ما تطلع السارق، اذا ما تقدر تلزم العراق وخر. شوف هاي ليش هيك ليش حرامات هاي قبل اسبوع هيك ليش؟ خلي يشوف العالم، خلي يشوف مدير الشركه، خلي يشوف مدير العقود الدنيا، خلي يشوف الذي عقده ويا هاي الشركه. ليش هيك ليش؟ هاي بعد هاي الدغدغ مو مطر عمي، هذا مو مطر. ليش؟ احنا قلنا لهم ترى هذا العمل مالكم غلط، اذا ما بي مجاري لغمطوها وثمان الله حتى الشعب ما يحكي عليهم. أطلق عراقيون على منصة تويتر واسم أوقافنا، وذلك بعد رفض وإدانات واسعة في العراق بعد الإعلان عما سمي باتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي، حيث عد علماء ومسؤولون الاتفاق دليلا آخر على استمرار الاستيلاء على أوقاف أهل السنة في بلدهم من باب المحاصصة الطائفية مع أفضلية لصاحب النفوذ الأقوى بين المتقاسمين. الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي بتنسيق حكومي حدد خيارين لحسم الخلاف القائم على أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة منذ عام 2003، إذ كشفت الوثائق خيارين أولهما يتضمن نقل إرشيف وزارة الأوقاف الملغاة إلى دائرة الكتب والوثائق التابعة لوزارة الثقافة المسيطر عليها من قبل ميليشيا العصائب خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي وفقا لتسريبات صحفية. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت وسم أوقافنا. حسين السبعاوي قال ما جرى من اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الوقف السني وكالة هو باطل، لأن الأوقاف ليست ملكا لكمبش، يقصد مدير الوقف، وكل ما يصدر من تبرير هذا الاتفاق ما هو إلا تدليس لأصل الاتفاق. ديار قال سوف ترحلون جميعا يا تجار المناصب، وتبقى أوقافنا دليل على هويتنا وتراثنا، لن نسمح بالمتاجرة بها. علي قال الأوقاف هوية وتاريخ وشواهد راسخة عبر الأزمنة والعقود
التلاعب بها وتقسيمها هو بداية انهيار القيم والمبادئ وترسيخ واضح لمفهوم شبح الطائفية والتفرقة. جاسم الشمري قال: لم يسجل التاريخ الإسلامي أن أي زعيم مسلم أو غير مسلم تلاعب في الأوقاف، اترك الأوقاف فهي ملك لمن أوقفت لهم، لا تحارب الله أوقافنا. والآن نذهب إلى القصص المنوعة. صحفي هولندي استطاع أن يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، كيف استطاع وماذا جرى خلال المؤتمر؟ دعونا نتابع هذا التقرير مع شبكة أرام نيوز. Jumping into a secret conference of the NKVD? Yeah, yes, I'm sorry. I'm a journalist from the Netherlands. I'm sorry for interrupting your conference, so I'll be leaving here. So, you know, that is that's a criminal offense, huh? Yeah, I know. You know. So you better shut off quickly. Before the police arrive, huh? Bye-bye. Bye, thank you. يطرح الكثير من التساؤلات حول الاختراقات التي تحدث، ويعني الأمن السيرباني، الأمن الإلكتروني، هناك الكثير من الاختراقات التي تحدث في مواقع حكومية ومواقع رصينة، وهذا دليل واضح. ناشط عراقي يعشق الحيوانات والتنوع البيئي ويعمل على نقل شغفه بالحفاظ على التنوع الطبيعي إلى قلوب الأطفال. دعونا نتابع هذه القصة مع تقرير لشبكة إيجي بلاس عربي. بداية محاضرة يعني بسيطة لتعريف الحيوانات في الحياة البرية بالعراق والأهوار، من ثم راح يشوفون بعض الحيوانات اللي متوفرة هنا بدربونة. لو حملوا هؤلاء الأطفال حملوها بقلوبهم وعرفوا أهمية هذه الحيوانات للكبر، أكيد ما راح نشوف هذه المجازر اللي تصير بالعراق من قتل وصيد ومتاجرة غير قانونية للحياة البرية. هي حيوان أليف لأنها بشر، شلون بشر عدا روح. وبهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.